دون بذل مجهود كبير يمكن السير 25 كيلومترا بفضل المحرك الكهربائي. تخلص روبرت فينكلا من مشاكل البحث عن مكان لركن السيارة وزحمة المرور ومخالفاته، فهو يترك سيارة النقل الخاصة به ويقود دراجته الكهربائية. قيادة الدراجة ممتع صباحا في هذا الوقت من العام. فكرت في الموضوع لمدة عام تقريبا، فكنت أريد أن أفعل شيئا للبيئة وأن أدير شركتي الصغيرة بشكل أفضل وأهتم بصحتي أيضا. دراجة نقل بدلا من شاحنة. أصحاب الفكرة متأكدون من أنهم قد وجدوا مكانا لهم في السوق. هنا في معملهم في برلين يقومون بصيانة الدراجات. سعر الدراجة الكهربائية 3700 يورو، وأغلب المشترين يستخدم الدراجة بدلا من السيارة في عمله. لدينا مثلا منظف مداخن من بون يستخدم الدراجة ليقوم بعمله في منطقته، وهناك أيضا إخصائي للعناية بالأشجار من هامبورغ، وهو سعيد جدا لأن بإمكانه الذهاب للحدائق بهذه الدراجة، وهناك الكثيرون ممن يعملون بنقل البضائع ويقولون إن بإمكانهم توفير الكثير. لم يعد روبرت فينكلا يهتم بارتفاع أسعار البنزين، وأصبح يوفر 200 يورو منذ أن أصبح يذهب للعمل بالدراجة. نفذت البطارية، وهو يحتاج الآن لتعبئتها مما يكلفه 10 سنتات. لا يتعامل كل الزبائن بهذه البساطة مع الأمر، إلا أنه فقد ثلث زبائنه منذ أن بدأ يستخدم الدراجة الكهربائية. يشعر الكثيرون بالاستياء حين يرون الدراجة، فالسيارة لا تزال مؤشرا على المكانة الاجتماعية، ويسألونني كيف تنقل الأثاث أو كيف تنقل المواد الأخرى. فالدراجة لا ترمز للإفلاس، ولكنها كأداة للتوفير غير مرغوبة في كسب الزبائن. ومع ذلك فهو لن يتخلى عنها ولا يحتاج للسيارة في معظم أعماله. باع فرانك مولا حتى الآن قرابة 100 دراجة كهربائية، ولا يزال الطلب عليها قليلا، والكثير من الزبائن لا يعرف أن هناك دراجات كهربائية يمكنها حمل ما يقارب من 100 كيلوغرام. متى ما أدرك الناس مميزات دراجة النقل الكهربائية فسيكون لها سوق كبير. وحتى لو اعتاد الكثير من الزبائن على هذا المشهد، فإن روبرت فينكلا يقود دراجته بقناعة تامة ويصل إلى زبائنه في الوقت المحدد.